وعليكم البنات، اتمنى تكونوا بخير. جبتكم اليوم بوصفه بزاف 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 هايله. هاد الوصفه تبيض، تنعم البشره، تنحي التصبغات، ترجع لك البشره تاعك نضيره في دقائق وبمكونين فقط. عندهم كان شبيبي غير يجريو قبل ما يخلصوا يجيبوا التالك، واللي ما عندهمش تدي 10 وتروح تشري واحد نيفيا. نظن يعني اغلبيه البنات عندهم نيفيا، استعملوا هذه نيفيا كريم ولا استعملوا نيفيا سوفت نفس الشيء. هتنحي العرق الشديد ما تعمل في فصل الصيف كما قلنا، تحطوا مكياج وتخرج السخانه، ومع هذيك السخانه وتخلط المكياج السخانه والغبره، وتقدر تخيلي واش راح يصرا بالبشره تاعك. دونك تحطي بودرة الأطفال، تحطي هذا الماسك قبل ما تخرجي، نشف لك البشرة تاعك ما يعرقش بزاف ويحكم لك المكياج مدة طويلة. تخرجي وتدخلي وجهك مازال كيما راه، ولا مثلا في عرس تروحي وتشطحي وكذا منه هاكي تعرفي. دونك هادي تحافظ لك بزاف بزاف. كاين اللي مثلا يستعملوها مو ابخي الفون دو تان يديروا لا بودغ تاع الاطفال، انا نفضل نستعمل الماسك احسن. بون، تاني يا البنات انها تنعم البشره، ترطبها مليح مليح. لو كان تحطي خير بالك لي بيبي كيفاش تبقى بشرتهم ناعمه وكذا، هما هادي باش ينشفوا لهم الالتهابات وتنعم لك البشره. تاني تنحي لك الرؤوس السوداء وتفتح لون البشره، تبيضها مثلا كيما قلت لكم الاحتكاكات والاخر يكحلوا البشره تاعنا. دونك نحطوا هادي الماسك باش نحيوا هذيك الكحولية. الركبتين في اي بلاص عندك كحولية استعمليها. شوفوا البنات هذه لازم بودرة الاطفال تشريو، ركزوا مليح البنات بودرة الاطفال شريو اللي ما فيهاش ماشي معطرة. فوالا، باش نحطو كل حاجة تكون طبيعية. ونيفيا هاي معرفة ترطب تنعم فيها تاني عطر شباب 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 بزاف. دونك حنا خلطنا نيفيا مع بودرة الأطفال وحصلنا على هذا الماسك اللي شباب بزاف، جربوه وما تنسوا. نبداو بسم الله على بركة الله في الوصفة. بنات بسم الله، نجيبو ملعقة صغيرة ولا تحبو نتوما نشوفو ديرو كمية اللي تساعدكم. هذه الوصفة ما فيهاش مواد هكذا. حط ملعقة نتاع الطالك، هاهو شوفوا كيفاش درت الدنيا. نزيدو ملعقة تاع نيفيا. البنات هذه الوصفة خصوصا في الصيف، الآن المكياج ديالك ما يفسدلكش، تعرفون باللي الطالك ينشف البشرة، يعني هذاك العراق كامل كي ديريها في وجهك وتحطي ابخي وراها المكياج يشدلك مدة طويلة يرجع لك هايل. كل شيء مع بعضه، يعني كمية تاع الطالك مع كمية نتاع بودرة الأطفال تجي تقريبا ملعقة ملعقة. شوفوا هاد البنات لصلاح جميع أنواع البشرة. لقيتوها أنا كترت لأنه ما قدرتش نكيل، أنتم لقيتوها ناشفة زيدوا، ديري الكمية اللي تكفيك على حساب المنطقة اللي راح تستعمليها فيها. إذا راح تستعملي الوجه ومرة وحيدة استعملي مغرفة مغرفة، ولكن تستعملي جسم كامل ديري مغرفة كبيرة كيلي بيها. وانا نزيد شوية لأنه غلبني أنا الطالك هكذا. اهم حاجه يا البنات في هذه الوصفه انها تاني تصلح لجميع انواع البشره كما قلنا، ومامطو ريحتها شابه وتقدري تخدميها في دقيقه، وقت ما تقدري تحبي تخدميها تخدميها. وتاني ايضا هذه الوصفه تظهر لك النتيجه فوريه، تتفتح لك البشره. شوفوا كيفاش نستعملها هكذا، شوف نحطوها هكذا بهذا الشكل. هكذا شوفوا هكذا.
نحطوها هكذا على بشرتنا يا البنات ونخليوها تنشف. انا نخليها تنشف ونوريكم النتيجه مع بعضنا، باش نوريكم الطريقه كيفاش نحيو هذا الماسك. هنايا بعد ما عدات مده من الزمن عقلت خليوها تنشف اكثر من هكذا، انا على جال لا فيديو باش ما نطولش عليكم. فوالا الان يا البنات اذا عندك كوتون ديسك امسحي به ديري ما ورد ومسحي به، ما عندكش استعملي قطن، ما عندكش استعملي بابي مشوار ومع سوسو تحلى الحياة، ما عندكش خلاص خلاص غسلي بالماء يكون فاتا ما يكونش بارد بزاف. فوالا شوفوا ها هي هي في الحق قلت لكم دوكا كي تجي تحيها ديرها هكذا بشكل دائري وكي تنشف لك مليح اي تبدا تقلع لك. دونك نستعملو هنايا قطن نرشو بالماء ورد ونمسح. شوف نظن في الكاميرا هي واضحة. شوف انا يديها وكحلوش من الشمس وكامل وزيت ما طولتش به، يعني كي تطولوا به تجي تبالكم احسن. كاين اللي يديروها يا البنات بالنشا، لكن انا نفضل بالبودرة تاع الاطفال احسن، هي فيها خصائص احسن من النشا. شوفوا كيفاش ها نظن اصلا نوريكم اليد الاخرى، نظن الفرق راهو واضح. ها تفتح من اول مره، هذه من اول استعمال بانت لا ديفيرونس. شوف وشوفوا هذه فوالا البنات، نكون وصلنا نهايه الفيديو. نتمنى وصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه اللي شاف قناتي اول مره وعجبتو لا فيديو. اللي تحتاجوا كاش وصفه ولا كتبوها لي في التعليقات وانا نلبي لكم الطلب تاعكم ان شاء الله. سلام البنات.